مساء الخير، مساء السعادة والصحة، مساء الرشاقة والجمال على كل مشاهدينا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استشارة مع دكتورة مروة. طبعا أول حاجة أحب أفكركم بيها إن إحنا في شهر أكتوبر، شهر أكتوبر أو أكتوبر الوردي، بينك أكتوبر، ده شهر الكشف المبكر لسرطان الثدي. أحب أفكر كل واحدة فوق الأربعين إنها لازم تتجه لأي مركز أشعة، وفي أماكن كتير ممكن تعمل فيها فحص الماموجرافي علشان تطمن على نفسها. ده إجراء وقائي حتى لو ما بتشتكيش من حاجة، وربنا يحفظنا جميعا ويتم شفاء كل مريض. ندخل بقى في موضوعنا النهاردة. موضوع حلقتنا هو علاج التشنج المهبلي، ويكون هتكون ضيفتي النهاردة هي دكتور رانيا السيد عبد العليم، دكتورة وعضو هيئة تدريس العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، إيه أخبارك؟ تمام. طيب نحب نعرف يعني ايه التشنج المهبلي. التشنج المهبلي ده معناه تشنج من اسمه، تشنج في عضلات الحوض وتشنج في عضلة المهبل، عضلة اسمها البيبوكوكسيجيس موسل، يبقى فيها سيفير اسباسم يعني تقلص شديد. ومن شدة التقلص الاسم العلمي بتاعه فاجينيزمس، والترجمة بتاعته تشنج مهبلي، ما قالوش تقلص، قالوا تشنج من كتر ما يعني المرض ده معروف بالتقلص العضلي الشديد. طيب معلش، هو احنا عارفين كلنا دايما انه التشنج المهبلي لو واحده بتشتكي منه بتروح لدكتور النساء. امتى تروح لدكتور نساء وامتى تروح علاج طبيعي؟ لا بصي، هو القصه اللي بتحصل هقولك، هو اي حد بيشتكي من مشكله في منطقه المهبل ايه اللي بيحصل؟ بيبقى اللوجيك ان هو بيروح لدكتور امراض نساء. دكتور امراض النساء التشنج المهبلي زي ما احنا شرحناه وعرفناه ان ده تشنج في العضلات، التشنج ده بيمنع حدوث العلاقه الزوجيه، ما بتحصلش اصلا علاقه زوجيه بسبب وجود المشكله دي. ممكن توصل في حالات كتير للطلاق للاسف، يعني نتيجه جهل اغلب الناس بالمشكله. انا قلت لك في التليفون قبل ما نبدا الحلقه القصه دي، ان انا اصلا انا عملت على فكره الموضوع ده، لو الناس دخلت على اليوتيوب هتلاقيه الموضوع ده انا عاملاه كذا مره بسبب طلب الناس، دكتوره انت فعلا العلاج المشكله دي بتبقي سبب انك تنقذي بيوت ناس من الطلاق. دي حقيقه فعلا. المهم نرجع لسؤالنا بقى، دكاتره المشكله انه الناس بتروح اللوجيك لما بيبقى فيه مشكله دكتور نساء، اغلب دكاتره النساء هو من وجهه نظر فعلا يا جماعه، هو هي راحت كشفت عنده، هو من وجهه نظر ان الجهاز التناسلي عنده سليم. في بعض الدكاتره بيبقى عندهم خلفيه عن التشنج المهبلي، وده رير لان هو حاجه في العضلات، دكتور النساء مش ممكن ما يبقاش عنده خلفيه عنها. زي مثلا لو انا بقول لهم، لو انا حد جالي العياده قال لي انا عايز اولد او لا، مش هعرف اتصرف، فاهمني؟ فده مش تخصصه. فالقصه اللي بتحصل ايه؟ ان هو كمان ما بيلاقيش حل من المشكله، فالمشكله اصلا بتتفاقم. ان هو كمان بيقول لها انت بتدلعي، فالخلاف اللي بينها وبين زوجها بيزيد. المشاكل بقى بينهم اصلا بتكبر، لان هو قال لها انت بتدلعي، لا 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 دي ما عندهاش حاجه. فبندخل بقى في تراك مشاكل اكبر. طيب معلش يا دكتور، هم بيقولوا لي لازم نطلع فاصل دلوقتي. نطلع فاصل ونرجع لكم نكمل الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا مع دكتور رانيا. اتفضلي دكتور كملي. تمام. بس فاللي بيحصل انه الناس لما بيروح الدكتور امراض النساء، الدكتور بيقول لهم لا ما فيش مشكله دي بتدلع او كده، لا لا دكاتره النساء يعني، لان هو في وجهه نظره الا بقى الناس اللي عارفه يعني ايه تشنج مهبلي، في ناس عندها خلفيه عنه وفي ناس لا. زي ما قلنا هو مش التخصص، زي ما حد يقعد والديني يا دكتور انا مش هعرف اولدها، فاهماني؟ فهي على حسب ايه التخصص، في ناس بتوجهها صح تقول لها لا ده تشنج مهبلي وعلاجه بيكون كذا كذا كذا. وفي مشكله تانية كمان انه حتى علاجه احنا بنقول ايه ده تشنج عضلي، فطبيعي اللوجيك انه علاجه علاج طبيعي.
فاللي بيحصل ايه؟ ان هو اصلا حتى الناس مش يعني يعتبر مش على مستوى مصر بس على فكره، مستوى العالم العربي يعني مفيش حد بيعالج اصلا مشكله التشنج المهبلي دي كتير. فالعيان بيدخل بقى فين وفين على ما يوصل لطريقه العلاج وعند مين المتخصص ان هو اللي بيعالجه. عايز اقول لك ان انا عالجت كابلز كتيره اطباء يعني نساء وعلاج طبيعي وتخصصات مختلفه واسنان يعني. طيب ايه اسبابه يا دكتور؟ بصي اسبابه يا اما انت بصيت اللي هو حاجه جت اللي هو زي ما تسهي عندك سباسما في رقبتك، تقلص عضلات ممكن يبقى من غير سبب. وارد جدا انه يبقى كان في عندها خايفه فبتعمل في الاول العلاقه هي بنفسها بتعمل تشنج ارادي، ومع مرور الوقت تحول لتشنج لا ارادي. عارفه زي مثلا اسهلها لكم شويه عشان تبقى سهل، زي ما حد يبقى عامل عمليه في ركبته وخايف مثلا يفردها، في الاول تفضل متنيه وينفع نفردها، لو فضل تانيها كتير هيحصل هتبقى فيكسد وهتتحول لكونتراكشن دائم ومش هعرف نفردها. فهي نفس القصه بتحصل انه ده كان تشنج يعني لا ارادي وتحول لتشنج كان تشنج ارادي وتحول لتشنج لا ارادي. طيب وليه تشخيص المرض ده صعب؟ ليه تشخيصه صعب؟ عشان احنا قدمنا في السؤال بدري انه هو الناس بتبقى اللوجيك ان هي تروح لدكتور امراض نساء، قد يوجهها وقد لا يوجهها. فنبدا بقى في لفه ان الموضوع ملوش حل. انا بيجي لي ناس متجوزين بقى لهم سنتين، لحد شفت لحد 10 سنين جواز، مشكله عمالين يلفوا وملهاش حل، واللي يروحوا بقى لي شيوخ واللي يروحوا مش عارفه لايه، لحد صعوبه تشخيص المشكله دي في ان احنا نتوجه نروح لمين؟ مين بيعالج المشكله دي؟ طيب ايه اعراضه؟ بصي بقى اعراضه، اول حاجه ان الزوج في وقت حدوث العلاقه الزوجيه بيحصل انه الزوج بيلاقي مفيش قناه للمهبل للدخول، بيلاقي الطريق مقفول خلاص. بيبقى ده بينتج عنه ايه؟ انه الزوج بيحس انه في زي كانه سد حائطي، مفيش مجال، مفيش قناه اصلا للمهبل، والزوجه بتحس باصطدام في السد ده. فالزوجه تشعر بالالم، يعني الزوجه في الوقت ده تشعر بالم شديد، فتبدا تتمنع. من ضمن الاعراض بسبب اللي بتحصل برضو بسبب التمنع وبسبب التوتر اللي بيحصل بقى بعد كده في العلاقه، رجليها بتترعش من منطقه الحوض، لان احنا شرحنا في الاول ان هو ده التشنج ده مش بيبقى في عضله المهبل بس، بيبقى في عضلات الحوض كمان. فتلاقي برضو رعشه عند الزوجه في بعض الاحيان من شده التوتر، ده بيؤدي ان الزوج يفقد انتصابه مرات عديده اثناء العلاقه، بندخل بقى في سايكل. طيب يعني ايه الطرق الخاطئه اللي بتشوفيها في علاج التشنج المهبل؟ بصي اول حاجه بتتقال شفتها خاطئه ودارجه جدا، ان هو يقولك ايه، انا هحقن بوتوكس. البوتوكس ده عباره عن ماده اصلا بتعمل شلل في العضلات مؤقت. اول حاجه، اول مشكله، اولا ان ده علاج مؤقت، ان احنا ما حلناش المشكله، مشكله الاسبازم دي ما اتحلتش. البوتوكس بيقعد شهور، بيقعد يعني 6 شهور بس في الاخر ده علاج مؤقت. تاني مشكله انه ما بيقدرش يحقن عضلات الحوض والا رجليها هتتشل، فبيضطر فبيحقن هي عضله مهبل بس. فبعد ما بيحقنوا البوتوكس بيجوا برضو عندهم نفس المشكله، مع يعني حقنوا وتكلفوا التكلفه الماديه بتاعه البوتوكس وفي الاخر ما جابوش نتيجه. ده ليه؟ لان حقن البوتوكس بيعمل ايه؟ اولا ارتخاء لعضلات المهبل بس مش هيرخي عضلات الحوض، فبتفضل المشكله عندها، لانه ده وده يعني التقلص الشديد اللي في عضلات الحوض والتقلص اللي في عضله المهبل الاثنين مع بعض مساهمين في وجود الازمه دي. تمام. فايه اللي بيحصل؟ ده بيؤدي الى انه مفيش ارتخاء كامل لمجموعه العضلات كلها، رخينا المهبل والحوض لا. ده بالنسبه للبوتوكس. من ضمن الحاجات اللي بتتقال برضو الشائعه اللي بتتقال غلط، طب احنا هنفتح ونعمل عمليه توسيع. يا فندم المشكله انت بتفقدها في العضلات، مش يعني المشكله اصلا في العضلات، في العضلات مش في الكونتور. انت افقدتها ميزه عندها ان هي الكونتور عندها يكون الحجم ضيق، دي ميزه بتساعد في قوه الانتصاب عند الزوج وبتساعد في حدوث النشوه الزوجيه. انت افقدتها ميزه كبيره يا فندم عندها، وفي نفس الوقت ما حلتلهاش المشكله. وجالي حالات عملوا فعلا القصه دي وفعلا ما جابتش نتيجه على فكره، وبرده وعملنا الجلسات يعني كنا وسعنا الكونتور، يبقى احنا جالنا حالات اللي عملت بوتوكس ما جابتش نتيجه لان احنا ما حقناش الحوض كمان. بلس كمان عايزين ننوه ان البوتوكس ده اي حاجه عملت شلل في العضلات على المدى الطويل مع الحمل والولاده ممكن يحصل اللي هي الستريس انكونتنس، تيجي تكح تعطس ينزل منها بول، بالاضافه ان هي برده بقت عرضه
الاولاني عرضني ما حلليش المشكله وعرضني لعرض المشاكل فيما بعد. الحل التاني الشائع الخاطئ اللي بيتقال اللي هو عمليه التوسيع. انت احنا مش عايزين اصلا نعمل عمليه توسيع. احنا ما قلناش ان الدنيا عندها الكونتور بتاعها كويس. المشكله في السبازم التقلص الشديد اللي حاصل في العضله. طيب ايه بقى طرق العلاج الصح؟ احنا قلنا الخطا. ايه بقى العلاج؟ بس انا عايزه اقول بس نقطه لسه فاضله عشان يعني دي ردود اللي الناس طلبتها مني. من الحاجات الخطا اللي بنستخدمها برضو حاجه اسمها الدايليتورز يعني موسعات. تمام، موسعات بيجيبوها باحجام مختلفه. طب ما هو يا جماعه ما هي لوجيك، لو هي كانت قادره عضلاتها على دخول اي حاجه داخل المهبل فكانت حصلت العلاقه الزوجيه، هي اكيد ما تقدرش تدخل حاجه. ودي برضو من طرق العلاج اللي بتفشل. وممكن ايه اللي بيحصل؟ بتدخل اول حجم، تاني حجم، التالت مش بتقدر تدخل الحجم يعني الاحجام اللي بعد كده، فبتفضل برضو المشكله قائمه. انا ليه مهتمة اني اقول للناس؟ عشان نرحم الناس من اللفة الخاطئة اللي بتحصل. طب عايزين بقى اللفة الصح. العلاج العلاج بقى احنا شرحنا في الاول يعني ايه تشنج مهبلي. قلنا انه ده تشنج في عضلات الحوض وعضلات المهبل. تمام. طيب احنا مبدئيا بنعمل 3 زيارات. كل المشكلات دي علاجها بيخلص في 3 زيارات بس كده. ايه هم الثلاث زيارات دول؟ بنعمل فيهم جلستين في اليوم، جلسة ارتخاء كامل لعضلات الحوض عشان الدخول للمهبل يبقى سهل. ميزة بقى العلاج ان هو مش قائم على الاحتمالات ولا حتى على رأي الدكتورة ان هي قالت كده تمام او لا او احساس المريضة او كده، ان احنا بنعمل فيه حاجة اسمها اوبجيكتيف ميجرمنت. الجهاز بيقيس بالارقام، وانت طبعا عارفه اعلى درجات القياس لما يكون حاجه بتعملها انفستيجيشن بقياس باشعه بقياس رقمي. فطبعا لا النتائج بتبقى الحمد لله في وجه الله مضمونه، وبنبقى متاكدين الحاله خفت سواء انا او هي او زوجها، لان احنا شايفين على الجهاز الرقم اللي بيدينا درجه الانقباض ودرجة الانبساط العضلي اللي حصل. وكل دي حاجة اجهزة. مفيش حد ولا جراحة ولا اي حاجة، كله باجهزة سواء ارتخاء الحوض او ارتخاء المهبل. ده جهاز بيدخل جوه قناة المهبل بيساعدها ان هي يحصل ريلاكسيشن، وبيبان قدامنا انه على الارقام ارقام درجة الانقباض كانت ايه ودرجة، وبيبان اذا كان بيبان بقى في اول جلسة بنعرف التشنج ده متوسط ولا كان سيفير شديد ولا كان خفيف. بيبان خلاص. دي اول هدف في الجلسة الاولى، نطمن ان البروب عدينا الموضوع ده. تاني حاجة بيحصل حاجة اسمها سايكولوجيكال اشورنس. يعني ايه سايكولوجيكال اشورنس؟ العيانة بتطمن، هي بتبقى عندها يعني فوبيا ان لو حاجة دخلت جواها هي هتموت. بنكسر الحاجز النفسي ده عندها لما حاجة بتدخل جوه المهبل ما بيحصل لهاش اي حاجة. ده اول جلسة ولا كل اول ده يوم؟ كل ده احنا بنعمل جلستين، الجلسة الاولى على الحوض ده من بره خالص. كل احنا دلوقتي بنتكلم على الجلسة التانية في اليوم الاول. اوكي بس فاحنا كده اطمنا على الدخول، اطمنا هي اطمنت وهديت. الحاجة الثالثة يا ربي اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوا لي انه في انقباض وانبساط. ليه بقى؟ لانه اذا كان في انبساط حصل ولو مرة واحدة قبل كده كان هيتقال لي ايه ده حصل العلاقة مرتين وعشرة لا لكن دول بيقولوا ما حصلش اصلا علاقة خالص. فاحنا متأكدين انه اكيد ما فيش انبساط، اكيد كده في انقباض بس. فبنبقى عايزين نشوف الانقباض والانبساط. وده بيبان بقى بالارقام على الجهاز. المرة التانية برضو بنرخي الحوض وبعد كده بندخل الجلسة التانية. بنبدأ تبقى دي بقى بتبقى جلسة لطيفة، خلصنا كل الحاجات الصعبة في أول مرة. الجلسة التانية أو الزيارة التانية بمعنى أصح بنعمل جلسة على الحوض برضو وجلسة على المهبل. الجلسة اللي على المهبل بقى دي جلسة استرخائية بنوصل فيها لحد رقم معين على الجهاز، درجة ارتخاء معينة. الجلسة التالتة بنوصل فيها المفروض للنورمال، وبنعلمهم البوزيشن الوضع الصح اللي يحصل منه العلاقة، لانه مش كل الاوضاع بتنفع في حالة التشنج المهبلي. بنديهم الايام اللي بيحصل فيها التبويض بيكون كويس، انه غالبا هم بيبقوا متأخرين شوية في قصة الحمل. ده لو اذا ما حصلش حمل من الخارج زي ما بيحصل عند الناس، بس في اغلب يعني الاغلب لا ما بيحصلش حمل. فبنعرفهم ايام التبويض يعني وكيفيه حدوث وعدد المرات اللي يحصل فيها العلاقه، بنقول لهم كل حاجه خاصه عن الموضوع ده.
بس طيب عايزين بقى نختم موضوعنا باستشارة ونصيحة لكل زوجين. طيب أنا بحب دايما أقول نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة. الزوج بقوله على فكرة مراتك مش بتتدلع، مراتك مش ممتنع عن العلاقة، مراتك عندها مشكلة، دورك انك تقدم لها دور الحماية والسبورت المساندة النفسية والمعنوية. تمام. الحاجة الزوجة بقى دايما بقى بحب ادي نصيحة مهمة للزوجة دي، ان هي ممكن تغير التراك بتاع العلاج والتراك بتاع حياتها كلها. بصي، طالما احنا اتوجعنا فرد فعل طبيعي ان احنا هنحس بخوف لما تيجي محاولة او تيجي الجلسة، طبيعي انه هيبقى فيه خوف. خدتي حقنه وجعتك طبيعي، وانت بتاخديها في ذاكرتك الخوف. ده لوجيك وما فيهوش مشكلة، بس خليني اقولك ان هناك شعرة ما بين الخوف الطبيعي اللي هو طبيعي عند كل الناس، حد اتوجع فتاني مرة هيبقى خايف، وبين الخوف المرضي اللي هو احنا بنسميه مرض الفوبيا. فوبيا العلاقة، فوبيا انه دخول اي حاجة داخل المهبل. الفوبيا دي ممكن هي اللي توصلنا بقى لتريك طويل. يعني احنا اتكلمنا مثلا نفسي ان في الاخر يعني ان العلاج الطبيعي هيبقى هتبقي انت عارفة اخرك فين، 1 2 3. لو دخلتي بقى نفسك في التريك العلاج النفسي ده، حاجة احنا مش شايفين اخرها، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى سنة، ممكن تبقى 10. وده الحاجة العائق الوحيد اللي ممكن بندخل في حلقة مفرغة، في حلقة بقى مفرغة يعني. لان العلاج بتاعنا زي ما احنا قلنا اوبجيكتيف، يعني احنا بنبقى متأكدين ان نسبة العلاج يعني تعتبر، طالما قاسة تعتبر بإذن ربنا طبعا وربنا هو الشافي، تعتبر يعني 100%. لكن احنا بنقول للمرضى دايما 99 بقى، عشان 1% اللي هم بيدخلوا في دايرة التراك النفسي الشديد ده. وهي لو اتحكمت في المشاعر السلبية دي ان شاء الله بتخلص المشكلة. يعني هو كل ما نعالج الموضوع بدري كل ما بيبقى احسن، عشان ما ندخلش في مشكله نفسيه بعد كده بالزبط تاثر علينا طبعًا وقت طويل. طبعا طبعا. والعلاج فعلا فعال في طب بصي، اي علاج انت فاهمه طبعا دكتوره مروه القصه دي، انه اي علاج طالما في اوبجكتيف ميجرمنت انت قايسه ومتاكده، الجهاز بيقيس يعني احنا بنبقى عارفين درجه الانقباض ايه ودرجه الانبساط ايه العضلي، الارتخاء العضلي حصل قد ايه، هل وصلنا للنورمال ولا ما وصلنالوش. بس كل القصه اصلا العلاج يعني 3 ايام بس كده، وهيوفر مشاكل كتير، مشاكل زوجيه، مشاكل ممكن تؤدي للانفصال يعني. وفي حالات اوريدي فعلا حصل انفصال، وفي حالات حصل فيها مشاكل. لا ان شاء الله يا جماعه احنا عندي ندي امل للناس ان شاء الله انه في علاج، انه الموضوع سهل. هو مرض زي اي مرض، حتى مش مرض، هو تشنج عضلي. تشنج عضلي زي ما تبقي صاحيه في ظهرنا، في ظهرنا. هي لو مشكله كبيره قوي ما كانش علاجها ياخد 3 ايام. احنا في حالات الشهر الناس في بنقعد بالشهور، دي حقيقه فاهماني. لكن احنا لو هي مشكله كبيره، بس هي التركه نروح لمين، مين اللي بيعالج المشكله دي، لانه فعلا في نقص في مين بيعالج المشكله دي. الحمد لله احنا العلاج ده متوفر عندنا في العياده، يعني الحمد لله بيخدم الناس كلها في منطقه، حتى العالم العربي مش في مصر كلها. الحقيقه بنشكر جدا دكتور رانيا سيد عبد العليم، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، وعضو مجلس عضو هيئه التدريس في القصر العيني جامعه القاهره. حضرتك تحبي تقولي اي نصايح تانية ولا اوكي؟ قلنا النصايح. لا خلاص تمام. خلاص. واتمنى يكون الفقره دي نفعت ناس كتير، واهم حاجه طبعا نتجه للعلاج علميا في اي حاجه، علشان الجهل ساعات بيوصلنا لنتائج سيئة جدا، والخراب بيوت في حالات كتير. نشكركم واستنونا بعد الفاصل.